انتوا ايه واقفه؟ الواد طويل وابيضاني وحليو. راجل سويت. انت حلو قوي كده ليه؟ نفسك لما تكبري تبقي ايه؟ شمال. يا اختك كيسف الله، هي دي المفاجأة اللي عاملها لي. ابوك عايز يموتني وانا عايزه اعيش. عايز ايه؟ عايزه اعيش. هتقولها سميرة سعيد. حبيبي عايز كيلو رز. ايه؟ وهتجيب لي ربع كيلو عدس. هتروح لبتاع الفراخ تقول له عايز ورك فرخ. ما تدخلنيش في تفاصيل. الحاجة اللي انت بتقوليه ده ضد الطبيعة. ايه اللي ضد الطبيعة؟ جرثومة واقفة معاكي. انا كده طلعت في التلفزيون. ايه يا ماما في ايه؟ هتطلعني في الافلام والمسلسلات؟